Weary nomads and their camels roam the horizon of a once bustling 13th century center of trade, religion, and learning. The ancient town of Chinguetti, nestled between the magnificent dunes of the Sahara and forever at the mercy of the sand. Its constant struggle with the desert has left much of the old town buried or abandoned. What remains today is only what lies on higher ground. Once world-renowned for its libraries of ancient Islamic texts, the guardians of Chinguetti's remaining treasures still rise each day to stop them becoming the next casualties of the desert. هذه مكتبة، مكتبة محطوطات، مجموعة على مستوى أربع خيام ولا خمسة، إذا اقتضى النظر من حسوه لهم، وهي نفس الأسرة. هذه المكتبة هي مكتبة أحمد محمود. تاريخ تأسيس يرجع إلى عهد الطالب محمد أحمد اللي هو 1699 ميلادية، اللي هي 1110 هجرية. The Ahmed Mahmoud Library contains a valuable record of Islamic literature and African scholarship from the late Middle Ages. يقولون المخطوط الديني بصفة عامة في الدول الإسلامية لا يعود دائما أكثر هو بروز أكثر أهمية حاجة الناس اليومية. غير مدي فهم مخطوطات أخرى تبرز مدي مدى تضلع الأوائل والكتاب والمؤلفين الشناقيطة من العلم الآخر، فهم الفلك، فهم الأسترونومي، الأسترولوجي والرياضيات. هذا الكتاب ذا هو كتاب في الحديث النبوي، في السيرة النبوية، في كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذيك الزخارف اللي زينا طبعا دور شافوا دور مازالوا يشوفوا زخارف اكثر من هذا عند الخطه. هذا الزخارف هذا هو عاده لا الزخرفه بعد عاده عيات تستهوي السائح، لان السائح الاكثر فيهم عباس يكتب قرايه ما هو قال يكتب قال الزخرفه والفن الزخرفي يستهواه اكثر من. بينما احنا الكتاب عندنا مهم عندنا لان فيه حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه افعال واقوال، لان احنا حياه النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا هي الحياه الحقيقيه، وان هذا الكتاب من اهم الكتب عندنا. وبالتالي من القاعدة التبيتية اخترت لهم مع أنه ما هو تام، يقال هذا كتاب من أعظم الكتب لأجلهم طبعا في تاريخ الإسلام. Lacking sophisticated technology, Saif has found other ways to care for the delicate books. قضية الصيانة اللي هي قلت لك كانت تعد في القديم، وعاد ثم عندنا متأخرين لها وسائل أخرى احدث من ذاك قبل القديم. كي قلت لك انه كان مكتوب لي واو من طرحه قدام الشمس هي تكتب لنا الجراثيم وتمتصك الرطوبه. Chinguetti was founded in 777 and by the 11th century had become a cross-Saharan center of commerce connecting sub-Saharan Africa to the Mediterranean. Aging nomads recall how their forefathers crossed the desert for centuries. كانوا يجوهون من عود الصيف يقبضوا البلهم ويقبضوا الرجال اثنين والله ثلاثه ذاك هم قدر اللي عندهم من البل ويقيموا من هون لاهدين السبخ راح ومنين يلحقوا دون زويلات الله يكسروا شيء قالوا التكري تكاري ينكسر من الاصبع نوع قالوا يعدل كيف دارك يكتب كل وحده هون وحده هون وحده هون كله دخل فيها حبل وينضم ومن دار عليهم الملك. Paleolithic evidence suggests that the area around Chinguetti has been occupied for thousands of years. Rock art found in nearby caves indicate that the land was once a grassy savanna where giraffe roamed alongside the local people and their cattle. But over the centuries, the shifting sands of the Sahara have forced Chinguetti's residents to twice move and rebuild the town on higher ground. These are the stone walls of one of the oldest houses in Chinguetti, built in the 13th century.
But like much of this old town, it's under threat. In fact, this is not the original door. That one lies about 3 meters below the sand. السؤال الإجابة على سؤاله قلنا إنه المحط قلنا إنه أرض الرمل فعلا هاتك عملنا نشرة أبير اللي هي 777 ميلادية 1060 هجرية مع الأسف ولين جاني النشرة ذا هي عدل على راس قلية قيطي شكاين أنا يسركو قامت تزيره وطلعت لك وطمرت الديار حتى الديار ديار حيوانات إياها في موحدات بنوا على ديار بنوا على ديار اخرى بين الزيره ما فاتها هاي الزيره ذي هي اذا تمت كيف مشيها حتى سبب بنيان المدينه الثالثه اللي في زر الواد الاخر الان نزيل مهد واحنا ما نعتقد ما نعرف وياك كان يتم مد الشقيطي وتوسع الشقيطي قبل حق اطارت حدود اطار لاحد ناحيه من نواحي Most of what sustained Chinguetti in the past has now faded. Leaving the town to an uncertain future. بعض الأحيان إحنا نخاف عليها، نخاف عليها بأن قاعد درس بنا يقول ما تخالك. إذا تم الجفاف خالق وتم الرياح خالق وتم الهجرة ماشية مستمرة. درس بنا قاعد يتحمل خالق ومجرد يتحاسب الشنقيطي ياسر الدول العربية وياسر من الناس أجي يجي موريتانيا. موريتانيا معروفة لبلاد سنة. The residents of Chinguetti struggle against the unrelenting Saharan sands every day. There is no grand plan to halt the ever-encroaching desert, and the fear persists that without a resurgence in tourism or trade, there won't be enough resources available to build a fourth Chinguetti, if or when the time comes.